قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول لأخواتي إن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في كثرة الأولاد، ولهذا قال: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. هذا الحديث أو معناه. وإذا كان هذا هو رغبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي لنا أن نحقق رغبته، وأن نسأل الله تبارك وتعالى القوة على كثرة الأولاد. والإنسان إذا اعتمد على ربه جل وعلا وسأله القوة ولم ينظر إلى الأدنى، سهل عليه الحمل وأعانه الله عليه، وصار حمله عبادة لله عز وجل. ولا يخفى علينا جميعا أن كثرة الأمة من أسباب عزتها واكتفائها بذاتها، وأن الكثرة ليست سببا لضيق الرزق إلا على إنسان يعتمد على المادة وعلى الأمور الحسية وينسى معونة الله عز وجل، ينسى أن الله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هؤلاء الماديون الذين يعتمدون على المادة وعلى الأسباب الحسية هم الذين تضيق أرزاقهم بكثرة عوائلهم. أما من يعتمد على الله عز وجل ويريد أن يحقق رغبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكثرة الأولاد، فإن الله تعالى يرزقه بأولاده. وعلى وبناء على ذلك أنصح جميع أخواتنا من تركيب اللولب، وشر منه أكل الحبوب، وأقول لتستعين المرأة بالله عز وجل وتسأله التخفيف والمعونة، ولتحمد الله عز وجل على كثرة الأولاد، فإن من الناس من يتمنى ولدا واحدا ذكرا أم أنثى، ولكن الله بحكمته لم يرزقه ذلك. فلا تركب اللولب، اللهم إلا إذا كانت المرأة ضعيفة أو مريضة لا تتحمل الحمل إلا بمشقة خارجة عن العادة، فحينئذ لها أن تفعل ذلك، لكن بعد موافقة زوجها.